حدثت هذه القصة بشاب في العشرين من عمره ومنذ وقت قصير هو مؤذن مسجد يحفظ القرآن عرف بحسن الخلق والأدب. كانت الليلة ليلة خميس وكان خرج صباحا لزيارة جده وجدته في قرية قريبة من مدينته وهو من شباب جدة. خرج مع مجموعة من الشباب إلى قرية يقيم فيها جده وجدته. خرجوا لتوزيع التمور على العوائل الفقيرة وتوزيع المعونات ودعوة الناس بتوزيع الأشرطة والكتيبات هناك. لما انتهت مهمتهم رجعوا هم وبقي هو عند جده وجدته. فلما حان وقت النوم أراد أن ينام في المجلس، فقال له جده: اذهب ونم في الغرفة الخلفية من المنزل حتى لا يزعجك الأطفال وسأوقظك لصلاة الفجر. ذهب صاحبنا إلى تلك الغرفة وافترش فراشه وذكر الأذكار ونام. كان عند بيت جده خادمة صغيرة في السن باهرة في الجمال. فلما جاوزت الساعة الثانية يقول الشاب: أحسست بباب الغرفة يفتح ويغلق عدة مرات فلم أهتم بذلك، كنت أظن أني في حلم ولست بيقظان. وفجأة وبدون مقدمات إذا بشخص قد نام بجانبي واحتضنني وبدأ يوجه لي القبلات. فماذا حدث؟ تخيل نفسك في هذا الموقف وهذا الامتحان، تخيل نفسك في هذا الموقف وهذا الامتحان والابتلاء العظيم. لا أحد يراك ولا أحد يسمعك إلا السميع البصير، فهل ستجعله أهون الناظرين إليك؟ اسمع وعاك الله. قام صاحبنا من فراشه ودفعها بقوة وصفعها صفعة على وجهها، ثم لبس ثوبه وذهب إلى المسجد خائفا وجلس يبكي حتى أذن الفجر. سبحان الله، هو يبكي وكثير من الشباب يضحكون ويفرحون بمثل هذه الفرص التي عنها يبحثون. سيضحكون لكنهم ربي سيبكون كثيرا وسيندمون. فلما أصبح الصباح أخبر الشاب خاله بما حدث وتم تسبير القادمة في أقل من أسبوع. يقول: مر والي الخبر ونقله، ثم لاحظت المرض على صاحبي بعد هذه الحادثة من شدة الموقف ومن شدة خوفه من الله. ولازلت أسأله وألح عليه بالسؤال حتى أخبرني بالخبر وأقسم علي أن لا أخبر به أحدا. يقول: من نقل لي الخبر والله ما نقلته إلا للمصلحة، والله ما نقلته إلا للمصلحة، أحسبه والله حسيبه من السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله. رجل دعته امرأة كان حسن وجمال فقال: إني أخاف الله، إني أخاف الله،